أهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، عبر العالم، عبر الوطن العربي، عبر الخليج العربي، عبر دولة الإمارات الحبيبة. نلتقي بكم في كل أسبوع مع برنامج أبشر بالخير، ومن عنوان البرنامج يتبين الهدف منه. إنه برنامج يعنى بتفسير الأحلام والرؤى من منظور اجتماعي، من منظور نفسي، من منظور ديني. أحبة الكرام، يسعدنا التواصل معكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة. من خارج الدولة 00971922345، ومن خارج الدولة، من داخل الدولة آسف، 0922223 45. ويمكنكم أيضا التواصل للي مش قاعد قدام التلفزيون عبر رسائل فيسبوك. احنا داخلين على الفيسبوك لايف دلوقتي، صفحة الفجيرة تي في، وعلى الفيسبوك لايف صفحة رسمية باسم الإعلامي دكتور أشرف العسال. كذلك لأول مرة نتشرف بأن احنا نفتح صفحة اليوتيوب لايف باسم تفسير الأحلام مع دكتور أشرف العسال، حتى نترك المجال لكل من يريد أن يشاركنا في هذا البرنامج. ننتظر اتصالاتكم وتواصلكم، وكما تعودنا نمهد الأرواح والقلوب لهذه الحلقة بمشهد من قصة يوسف. إخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب كما قال القرآن الكريم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. كان هذا القميص، سبحان الله، وضعوا عليه دماء لإحدى، ذبحوا خروف أو شاء ولطخوها بالدماء، ونسوا أن يمزقوا القميص. وقد وقفت وكل من قرأ الآية دي أمام صورة يوسف متعجبا. قميص يوسف، هل هو القميص الذي قدموه لأبيهم كذبا وزورا أنه قميص يوسف الذي مزقته الذئاب؟ أم هو القميص الذي قطعته امرأة العزيز؟ قال تعالى: وقدت قميصه من دبر. أم هو القميص الذي أرسله يوسف إلى أبيه لكي يضع هذا القميص على وجهه ليرتد بصيرا بعد أن عمي حزنا على يوسف؟ نظرت إلى القميص، كيف أحب يوسف. إن القميص في قصة يوسف ثلاثة: قميص برأ الذئب من دم ابن يعقوب، فهو القميص الأول الذي أخذه الإخوة وضع عليه الدماء، فكان هذا القميص غير ممزق، فأدرك يعقوب النبي أن الأولاد يكذبون، وأن الذئب لم يأكل يوسف حين أمسك القميص، ليس فيه أي قطع. قال: ذئب حنون يأكل ولدي ولا يمزق قميصه. والقميص الثاني حين كان يلبسه هو كبير شاب يوسف عليه السلام في قصر العزيز، وحين جرى من فتنة امرأة العزيز فقدت القميص، قطعته من الظهر وهي تجري وراءه، وكان هذا القطع للقميص من الظهر كان القميص سرا في براءة يوسف عندما شهد شاهد من أهلها. ثم القميص الثالث كان حين صار عزيزا لمصر وأراد أن يعيد هذا القميص إلى أبيه، القميص الثالث، فإذا به يقول لأخيه الكبير: خذ هذا القميص فألقه على وجه أبي يأتي بصيرا. وقد شم يعقوب رائحة يوسف من على حدود مصر قبل أن يغادروها، قال: إني لأجد ريح يوسف صلى الله عليه وسلم، أحبته الأرض والسماء حتى الملابس التي يلبسها. هكذا إن كنت من المؤمنين الخاشعين المحسنين أحبك كل شيء في الكون حتى الثياب التي ترتديها. أما إن كنت من العاصين، قال تعالى في حق فرعون وقومه: فما بكت عليهم السماء. سبحان الله، الكل يبغضه. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. وبعد هذه المقدمة أحبتي الكرام، نذهب الآن إلى استقبال اتصالات جمهورنا الغالي، ومع أول اتصال من أختنا سميرة من الجزائر. دايما أهل الجزائر بينوروا برنامجنا في أوله ما شاء الله. السلام عليكم يا سميرة. أخت سميرة، السلام عليكم. ألو، مساء الخير يا شيخ. مساء الخير عليكي والنور والسرور يا أخت سميرة. أهلا بأهل الجزائر. عندي حلمين يا شيخ. طيب بس مختصرين يا سميرة، الله يخليك. أنا حلمت يا شيخ أني ذهبت أنا وزوجة أخي، نعم، بائع الأحذية، ها، بس نشتريه أحذية.
قالنا البائع ما كانش الأحذية، ما في أحذية. أيوة. ومن بعد همينا في الخروج، احنا وصلنا عند الباب تاع المحل، هو عاود نادالي قال لي عاود يولي عندي. زوجة أخي راحت وأنا عاودت رجعت للمحل، أعطاني حذاء لبسته يا شيخ يشبه الأحذية تاع الرجال. لكن عجبني وارتديته ورحت فيه. الله، أنت متزوجة يا سميرة؟ نعم هي متزوجة. وبتنتظر الإنجاب صح؟ نعم يا شيخ. يا سلام، أبشر يا سمير، بس مش هقول لك دلوقتي التفسير. حلم الثاني. والحلم الثاني مختصر يا شيخ. هلا. أنا عندي أختي مطلقة يا شيخ، حلمت لها أنا أنها تنجز عمل تقليدي، مشروع تقليدي. أوكي. نفس ضربية. نفس إيش؟ مفردها، مفردها، واستغربنا كي نجزت هذاك المشروع مفردها. لا ده هذا اللغة، في لغة جزائرية كده في النص ما فاهم عليك. الله يخليك. شو سوت أختك؟ مشروع إيش؟ مشروع ضربية تقليدية. حد في الكنترول يا جماعة يترجم الكلمة دي، شو ضربية؟ عبارة عن فراش تقليدي. بتعمل فراش تقليدي اللي هو زي التطريز يعني. نعم يا شيخ، وحدها. واستغربنا يعني كي نزلت هذاك الفراش التقليدي. وهي في الحقيقة ليها في هذه المهنة أو تلك الصنعة؟ لا لا، ما عندها في هذه المهنة. بس وصولة الرحم أختك دي؟ نعم يا شيخ. ايه، واضح واضح واضح، ما شاء الله، الله يحفظها ويبارك فيك وفيها. بس كده يا سميرة؟ نعم رب يا شيخ. تسلم يا ست الكل، ان شاء الله بجاوبك الان. اوعي تسيبي شاشة الفجيرة اللي العالم كله بيتابعها الان. يا شيخ انا احبك في الله. احبك الله والذي احبتني فيه، كل جمهورنا الغالي. شكرا اخت سميرة من الجزائر، خليكي معانا وما تروحيش بعيد. معانا دلال من ام القوين. اختنا دلال السلام عليكم. أم دلال راحت، حاولي يا دلال تاني. أم ناصر من وين؟ أم ناصر، أم ناصر من دبي. وعليكم السلام أخت أم ناصر، هلا بأهل دبي. كيف حالك دكتور؟ هلا وغلا، منورين. دكتور أشرف، في وحدة يعني تسأل سؤال بخصوص إذا وحدة يالسة مثلا، ففجأة تشوف الموقف أو مثلا كده نفس الشكل تشوفه قدام عينها، فشو معنى هذا؟ كأنه مر عليها سابقا تقريبا، بس كل فترة فترة يعني تشوف هذا الشكل كأنه في الواقع بيستوي. مظبوط. أوكي هقول لك تفسيرها العلمي، بس سؤالي كده. تمام دكتور. حاضر يا أم ناصر من دبي، خليكي معانا وأوعي تغادري شاشة الفجيرة. شكرا. مطلع الشمس. معانا مين؟ رجع دلال من أم القوين. السلام عليكم يا دلال. اهلا دكتور، كيف حالك؟ هلا وغلا بيك يا اخت دلال، نورت البرنامج. نور نور. الله يسلمك. دكتور بس بقول لك شغله، في كانت تصير حلم وما ينفع اقول على الهواء، هذا واحد. اوكي. لان في للشيوخ الملوك ممنوع ان نقول على الهواء. ماشي، خليكي خذي الرقم من الكنترول. لا 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 لا، انا عندي الرقم وبعثت لك اياه على الواتساب. طيب الحين هذا الحلم الثاني انا اريد اقوله على الهواء اذا ممكن. تفضلي است الكل. أول شيء أنا كنت في قسمي بيت أهل زوجي. كويس. الحلم. كويس. والدريسنج روم مالي. فتحت كيف فتحت غرفة الدريسنج روم، على يساري أخوي الصغير وعلى يميني أخواتي الثنتين من الزوجات. فتحت الكبت الهاند باك، قلت لهم شلوا هن كلهن عادي يعني، لأنهم كانوا يريدون هاند باك وتمشي خذوهم حكم حكم. خدوا ايش 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 اللي ياخدوه؟ الهاند باج، الشنط. الهاند باج، الشنط. معلش الانجليزي بتاعي شويه مكسر يعني. تكرم. ماشي. على فقلت لهم هاي على اليسار ماركت كوتش، قلت لهم هذه قديمه يعني من يوم انا يعني كنت اتذهب حق الزواج، اللي ماركت كربيس حتى ارخاص بس وايد حلوات. وارخص بس وايد حلوات، وهذا عادي يعني خذوهن. بس قلت بقلبي انا في الحلم يعني، قلت ان صح ان هذه الماركه كربيته حلوات وما شليتهن وايد. كويس. هذا بس انا قدامني انا خلاص يعني قدمتهن حق اخواتي، ان خلاص قلت لهم نشيلوهن خي يشيلوهن. للعلم في الحلم فعلا الماركه كوتش كانت عندي الشنطه وتصدقت فيها، وماركه اللي شنط الماركه كربيته مش موجودات عندي بالصدق، بس كانوا وايد حلوات.
هو اي طبعا تتصدق بالشنطه يعني مش عارف اسالك السؤال ده ولا يعني ما فيهوش حاجه يعني. لا عادي. لا طبعا. انت كنت متزوجه وانفصلتي صح؟ ايه. طيب هكمل لك التفسير بعد الحلقه. لا 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 بليز خليني عايزاها الحين يعني؟ طيب بس هو المفروض ناخد عدد من الاتصالات، لكن هو الشنط اللي انت اعطيتيها الحاجه الزوجيه اللي كنت عايشاها، فانت تصدقتي بيها وبصاحبها يعني اعطيتيها. الله اعلم بقى ياخد حد تاني ولا يرجع لك تاني. لا بس الله أنا اعلم بالخير. الشنط اعطيت اخواتي في الحلم. اخواتي ايوه ما اخواتك في الله، ما ممكن واحده تاني تاخده، ما هي اختك في الله برضه. فيعني ان كان خير، احيانا الانفصال بيبقى خير للطرفين وبيبقى فيه سبحان الله نوع من نزع فتيل المشاكل اللي بتزيد. يعني ربنا بيقول وان خفتم نشوز بينهما يعني فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. فخلاص يعني نسال الله تبارك وتعالى ان كان خيرا لك انه يعوضك خير ويعوضه خير باذن الله. معلي بس حسيت انا في كونفيوز شوي عندي، يعني حسيتني مش فاهمه من التفسير زين، ممكن توضح لي اكثر؟ ما انا بقول لك الحقائب اللي انت اعطيتيها لاخواتك دول وطلعتيها من الكبت هي الانفصال. الحقائب تعبر عن الزوج والحياه الزوجيه معاه، لان الحقائب بتشمل اسرار الانسان وامتعته وحاجاته الخاصه، فانت خلاص تبرعتي بيها. فهمتي؟ بس وصلت كده. شكرا دلال من ام القوية. لو سمحت بس التفسير اللي هو الثاني اللي هو تبع الشيخ راشدك على الواتساب. حاضر استكل بعتيه بعتيه ان شاء الله. انا مش اقول ماشي خلاص خلاص معاكي. شكرا دلال معاكي. اوكي معانا فاطمه من سوريا. ما شاء الله صرتي صديقه البرنامج يا فاطمه. السلام عليكم، هذه ثاني مره اتصالك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحب مرحب ما شاء الله عليكي. كيف بتحصلي خط وانت من سوريا؟ ما شاء الله عليكي. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. مش احسدك مش احسدك ان شاء الله. تفضلي يا فاطمه. دكتور عندي رؤيتين سؤال معلش. طيب تفضلي استكل. الرؤيه الاولى دكتور لاختي، اختي حلمت انه كانت نايمه وفجاه فزت المناه فقط، فجيت وقلت لها انه هو بالحقيقه في شخص اذيني كثير وهي تتمنى يعني انه لو انه نتخلص منه. فجيت قلت لها شخص إنه فلان إيه؟ شخص تتمنى تخلص منه؟ شخص مأذينة يعني ظالمنا كثير تدعي عليه دائما بالواقع. فبالمنام جيت قلت لها انه فلان قتل بطيران التحالف. ففزت قالت لي انه هذا من دعائي انا ادعي عليه فقتل. رجعت وغيرت كلامي وقلت لها لا هو ما قتل، هو قتل نفسه بنفسه. انا غيرت كلامي هنا بالمنام. هذا الشخص حسود وحقود كثير كثير كثير. اقول لك ليه؟ ماشي بس اكمل الرؤيه معلش دكتور. تفضل تفضل تفضل. طيب وشافت زوجته انه تصلي بس في بعيونها شيء غريب، هي تصلي بس بعيونها شيء غريب. واعطتها كيس سكاكر زوجته. طيب. اعطتها كيس سكاكر وبعدين شافت نفسها هي اختي، طبعا اختي هي بالواقع مريضه. شافت نفسها انه قاعده عربيه اطفال وبطن طفل، بس طبعا الطفل هذا ما تعرفه. هذه الرؤيه الاولى دكتور. طيب زوجته علاقتها كويسه باختك؟ لا تعتبر عدوه. واعطتها سكاكر؟ اذيتنا كثير. اعطتها سكاكر بس هي اسف الواقع يعني تاذينا كثير، تاذي العيله كلها بلسانها وكلامها وافعالها. عجيب. طيب رؤية ثانية سريعا كده يا فاطمة. إن شاء الله دكتور. شفت نفسي أنا دكتور بداخل بداخل الكعبة. أوكي. وعلى جدران الكعبة دكتور في شركيات مثل السمائم وجنبي زوجة أخي. فأنا وياها قام أزيل الشركيات من على الكعبة يعني. أوكي. داخل الكعبة. وظلت آخر شيء صورة لشيخ من هذوك الشيوخ اللي يستخدموا الشركيات. وفوق الصورة مكتوب الله محمد. فأنا استشكيت إنه يعني هاي شركية ولا ما شركية، فسألت زوجة أخي فقالت لي إيه شركية، فقلت لها نزلي الصورة. فبي جوزين عدسات ملونة، واحد لبسته والثاني احتفظت به لنفسي بعدين. لا ما سمعت الأخير. عدسات ملونة إيه؟ تاني تاني. جوزين عدسات ملونة. جوزين عدسات ملونة دكتور. لبست واحد والجوز الثاني احتفظت به. لبست العدسات. طيب أوكي. لبست جوز وطلعت من المكان. طلعت من المكان هذا فشفت الكعبة ونصفها طالعة من الحوش. مالها الكعبة؟ نظرت إليها نظرة. طبعا المكان اللي طلعت منه ما يشبه الحرم. طيب. إنه نصف الكعبة.
ماشي في الكعبة. واضح. فنظرت إليها نظرة يعني حب واحترام، فرحت لقدام فتكلمت مع عمي اسمه إبراهيم ومرت عمي اسمه عزيزة تقريبا لهون دكتور. إبراهيم وعزيز، حاضر خليكي معانا واوعي تغادري القناة عشان أفسر كل الأحلام مع بعض. شكرا يا فاطمة من سوريا. أشكرك يا فاطمة. وعليكم السلام. أم آدم من الجزائر، السلام عليكم أم آدم. نعم أم آدم السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وغلب الجزائر، تفضلي أم آدم. ازيك دكتور؟ هلا بيك يا ست الكل، منورين الله يسلمك. تفضل. هلا بيك. عندي حلمين. تفضلي سريعا يا أم آدم. الأول نعم الأول شفت غرفة من غرف بيتي، وهذه الغرفة لها باب خارجي، أن الماء يسيل من على الجدار وأنا أشوفه لكني لم أستطع تداركه، ففتحت الباب الخارجي للغرفة لكي يخرج لوحده. حينها نظرت إلى الخارج فرأيت حفرة كبيرة مملوءة بالماء الصافي أيضا، وكانت السيول تهبط من على السطح، كانت أيضا صافية وشفافة كالمرآة. فناديت أولادي ليروا هذا المنظر الجميل الرائع، ثم لمسته بيدي فكان ليس سائلا، ثم أخذت قطعة منه فإذا هي تصبح بيضاء كالصوف، ثم تذوقتها فوجدتها حلوة. هذا هو الحلم الأول. يعني المي ما كانش فيه مي أصلا، رأيتها ماء نازلة من على السطح ثم لمستها فتغيرت أصبحت ليست سائلة. يعني ما كانش في ما يعتبرش ماء على الجدار، ما كانش في ماء على الجدار، طلع في الآخر مادة بيضاء. مظبوط؟ نعم. أوكي ماشي كمل استكل. الحلم الثاني رأيت نفسي كأني في حمام ولم يكن ساخنا، فلم أنزع ثيابي، وفجأة دخل علينا رجل فقلت له كيف تتجرأ وتدخل علينا؟ نعم. قالوا لي أن النساء اللواتي في الحمام إنه صاحب الحمام لا نستطيع منعه من الدخول، وكنت منزعجة لذا قررت الخروج، إلا أنني لم أجد جلبابي وظللت أبحث وأبحث حتى استيقظت. السؤال هنا، بتنسي أحيانا تقول الدعاء بتاع دخول الخلاء أو دخول قضاء الحاجة؟ بتنسيه بعض الأحيان صح؟ ماشي ممكن. بس هفسره لك دلوقتي، خليك معانا يا أم آدم واوعي تغادري شاشة قناة الفجيرة، وأفسر لك الحلم ده بإذن الله تعالى. شكرا أم آدم من الجزائر. أحبة الكرام، قبل ما نبدأ تفسير هذه الأحلام وهذه الرؤى الجميلة نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فلا تغادرونا. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، رجعنا لكم من جديد ومع تفسير احلامنا في البارت الاول. سميره من الجزائر، الحلم الاول يا سميره، احفظوا قاعده، الله يعزكم، الاحذيه لغير المتزوجه او لغير المتزوج حتى الرجل عندما يلبس حذاء هذا بشرى بالخطوبه والزواج. طب اذا كان الشخص اللي بيشتري حذاء او بيلبس حذاء وخاصه انها امراه صاحبه رؤيه متزوجه، شو معناها؟ انجاب طفل، انجاب طفل. وبعدين سبحان الله الحذاء طلع كانه حذاء رجالي، ربما والعلم كله عند الله يكون ذلك بشرى بانجاب الولد، بس مش العبره بكتر الانجاب، العبره ان احنا ننوي النيه ان احنا نجيب اطفال واولاد يخدموا مجتمعهم ووطنهم، يخدموا دينهم، يخدموا اسرهم، يطلع طفل صالح زي ما كانوا الانبياء بيدعوا دايما والصالحين ان ربنا يرزقهم الذريه الصالحه. نعم. بتقول أختي مطلقة كأنها بتعمل فراش تقليدي، أي شخص في المنام يخيط ثياب أو يطرز مفارش ده شخص وصول الرحم، لأن تخييط الثياب وصل القماش ببعضه هو من صلة الأرحام، وواضح أن هي بتزين، يعني عايزة تفرح كل الناس اللي حواليها، عايزة تسعد الناس بصلة الرحم. هذه البنت أختك دي برغم أنها مطلقة بإذن الله إن صدقت رؤية سترزق بالخير كله، لأن كل اللي يدخل السرور والفرحة على الناس كان حقا على الله أن يدخل عليه السرور. سبحان الله.
أما أختنا بقى أم ناصر من دبي بتسأل بتشوف بعض الأحيان بتقول أنا أشوف مواقف تعدي من قدامي والموقف ده يعني أحس أن أنا شفته قبل كده. حقيقة أنا كنت سمعت تفسير زمان وأنا حتى في الثانوية العامة من الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، تفسير علمي للموضوع ده، ده مش أحلام يقظة يا جماعة زي بعض الناس بيعتقد، أنك تشوف حاجة وبعدين تحس أنك عارف اللي هيحصل أو شفتها تاني. قال لك المخ نصين، يعني المخ فصين، معروف كده علميا. فأحيانا الإشارات اللي بتيجي للمخ يلتقطها الفص الأيمن قبل الفص الأيسر، إشارات المواقف اللي بتحصل قدامنا، فعلى جزء يسير من الثانية بتبقى عدت المشاهد والأحداث والمنظر اللي قدامي على الفص الأيمن، ويأتي المشهد متأخر للفص الأيسر، فيشعر الإنسان وهو عنده رأس واحدة طبعا يشعر أنه الموقف ده مر عليه، هو فعلا مر عليك بس على جزء بسيط من الثانية. ده التفسير العلمي لها كما سمعت، والوحدة على الراوي دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. برنامج اسم العلم والإيمان كنا بنشوفه احنا صغيرين ما شاء الله. عندك كمان دلال، دلال من أم القوين. دلال بتقول شفت كأن أخي أخواتي بعطيهم الشنط. أنا فسرتها لك يا دلال أعتقد في البارت الأول، هو موضوع الانفصال أنك أعطيهم الشنط وقلت لي فعلا أنا منفصلة. الله أعلم بأين الخير، هل في الانفصال أو في الرجوع، استخير ربك سبحانه وتعالى. فاطمة من سوريا، الحلم الأول في شخص بتقول بتتمنى تخلص منه. أنا ما كنتش حابب فاطمة اسمع هاي الكلمة، لأنه يعني لا نتمنى، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس اللي أزوه هو طالع من الطائف وضرب بالحجارة عليه الصلاة والسلام من هؤلاء يعني السفهاء والمجانين، وشوف النبي يعني عارف، ورغم ذلك وهو في دماء تسيل عليه الصلاة والسلام دعا ربه جالس عند الشجرة وقال رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ادعوا بالهداية للناس ولا تدعوا عليهم، عسى الله أن يهديهم. لكن الحقيقة هذا الشخص من خلال الرؤية لما في الآخر بتقولي قتل نفسه بنفسه، ها مين اللي بيقتل نفسه بنفسه؟ الشاعر هنا يقول إيه؟ اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. في الشخص الحقود الحسود هو بيأكل في نفسه من غير أي حد يولع كبريت ولا حد يجيب جنبه نار، هو بيأكل في نفسه، حسده وحقده على الناس مخلياه بيغلي دايما. فسبوه كده مع نفسه وادعوا له بالهداية، بس ده اللي نقدر نقول، نسأل الله العفو والعافية. أما موضوع زوجته ليس له معنى في الرؤية، أحيانا يأتي في الرؤية حشو ومشاهد لا قيمة لها، وأحيانا بيبقى فيه في الرؤية طبعا خط أساسي في التفسير. نعم. الحلم الثاني أنك داخل الكعبة وكأن جدران أو تمائم بتقول شفتها وبحاول أزلها، وبعدين قابلت إبراهيم وعزيزة قريبهم ولبست عدسات. ثلاث رموز مهمة جدا، إزالة التمائم معناه أن أنت إنسانة شديدة التوحيد لله تبارك وتعالى، ودايما عايزة دينك يبقى قوي، ودايما عايزة أنك أنت تخلي الناس يفهموا معنى التوحيد ومعنى عدم الشرك بالله وعدم الذهاب إلى أهل الدجل والشعوذة. جميل الصفة دي فيكي، لكن حتة أنك أنت سبحان الله لبستي عدسات، ربما العدسات يقصد بها الزوج، ترين به الدنيا بعين أخرى، بعين أفضل، لأن العدسات بتعطي منظر أجمل للمرأة، وقد تعبر العدسات عشان بتدي منظر أجمل على قراءة القرآن لأنه بيجمل حياتك. أما إبراهيم وعزيزة إن شاء الله ترزقي بالعزة بإذن الله تعالى وصبر سيدنا إبراهيم. أم آدم من الجزائر، غرفة لها باب خارجي وبعدين نازل من الباب ماء. أنا عارفين الماء لو نزل من الجدار يا أم آدم فقط مش مستحب في المنام. أي ماء يبقى داخل البيت ما تسألش عن الحلم، أي ماء ينزل من السقف ما نسألش عن الأحلام دي. أما الماء خارج البيوت كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول عندما ينزل المطر اللهم حوالينا لا علينا. شوف دعاء النبي، يا رب يبقى المطر حوالينا يملى الحقول والمزارع بس ما ينزلش على بيوتنا ويدمرها. فالمطر في داخل البيوت مش مستحب، أما خارج البيت مستحب. أنت بقى الرؤية بتاعتك عجيبة، ما كانش مطر، اتحول الشيء ده كما قلتي لمسيه بيدك كأنه قطع بيضاء كالصوف وضقتيها طعمها حلو. أرى والله أعلى وأعلم أنها كانت مشكلة أو أزمة لكنها ستحل ويأتي فرج تفرحين به وتحلو به الحياة.
فهمتي؟ كان مشكلة، ولكن زي ما قال القرآن ولكن الله سلم، وفي آية وكفى الله المؤمنين شر القتال. آخر حاجة، آخر حاجة الحلم الثاني لأم آدم قبل ما أخذ ندى من ليبيا، موضوع الحمام، وكأن رجل دخل وهي في الحمام، أعزكم الله هذا شيطان يا أم آدم، لأن مكانه النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل ما يقضي يدخل لقضاء الحاجة. طيب إيه الخبث؟ ذكور الشياطين. وإيه الخبائث؟ إناس الشياطين. فمن السنة أن نقول هذا الدعاء حتى نستر عن أعينهم، تمام؟ فيبدو أن أنت من الناس اللي بينسوا الدعاء ده، وكتير من اللي بيسمعوني مع الأسف ما بيعلموا أولادهم. الولد داخل الحمام ما شاء الله بالطبلة، ولا بيغني، ولا اللي دخلالي بالموبايل ومشغلة جوه الأغاني، واللي بتلعب جيمز جوه الحمام، واللي بيقرأ كتب جوه الحمام. يا جماعة الخير، ده سيدنا النبي في هذا المكان كان لا يرد السلام. احنا خلينا مسرح المكان ده، نستعيذ بالله، نقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا نتكلم. فاذا خرج الانسان قال غفرانك. ليه كان النبي يقول غفرانك؟ قال لي ان مضى عليه وقتا لم يذكر فيه ربه، لان هذا مكان اسمه قضاء حاجه، عاملينه احنا بنذاكر جوه، بنسمع اغاني جوه، اللي يعمل كده لعلمكم قد يؤذى والعياذ بالله. نسال الله ان يحفظنا جميعا. معانا مين من ليبيا؟ اخت ندى، طولنا عليك يا ندى من ليبيا. السلام عليكم ندى. عليك السلام. هلا هلا وغلب اهل ليبيا، اتفضلي يا ندى. مرحبا دكتور، كيف حالك؟ مرحب بيك يا ست الكل، شيل النظاره كده عشان نركز معاكم، اتفضلي. دكتور اسمعك يا ندى، اتفضلي. انا حلمت اني دخلت مدرج الجامعه. كويس. فكان في المدرج سجاد احمر. وكان الطلبة اللي معي بيدرسون معي في نفس المرحلة. الكل كان جالس في ذلك المدرج. مين هو؟ الطلبة كلهم جالسين في نفس المدرج. لا ما سامع، مين اللي جالسين في نفس المدرج؟ تاني؟ الطلبة زملائي. طلبة زملائك، أوكي ماشي. أوكي، فأنا دخلت آخر واحدة في المدرج. أيوة. ثم فحاولت الجلوس بالقرب من زملائي. كويس. ولكن زملائي رفضوا اني اجلس بالقرب منهم. اوكي. بس كده؟ الو؟ ما الخط بتاع، بس هو وضحت الرؤيه، وضحت رؤيه ندى. مريم من الفجيره، اهلا باهل الفجيره. السلام عليكم يا اخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ست الكل، اهلين فيك شيخ. تفضل يا مريم، نورتينا. انا حلمت من فتره يعني انه انا صاحبتي اجت لعندي على البيت وجابت معها قطه. اوكي، هي هيك قطه كبيره يعني. طيب. فبعدين انا قعدتها بغرفه المجلس وهيك يعني. صاحبتك ولا القطه؟ ايه، قعدتي صاحبتك ولا القطه؟ صاحبتي طبعا، والقطه موجوده بالبيت يعني. أوكي. ضلت بالبيت. اوكي، بعدين فانا هيك استاذنتها انه اروح على الحمام يعني. فالقطه دخلت معي على الحمام، فانا ما يعني ما بدي القطه تدخل معي يعني، فقعدت احاول اطلعها يعني، هي مش راضيه تطلع. كل ما احملها يعني بدي اطلعها بتعمل حركات هيك يعني بتخوف، ويعني بنزلها خلاص ما بقدر اطلعها. طبعا. يعني طبعا طبعا. اوكي، فبعدين حاولت هيك وبس يعني، انه ما يعني صحيت بس انا ما قدرت اطلعها، وناديت صاحبتي انه يعني تساعدني انه اطلعها من الحمام. انا ديها وما سمعت يعني، ما بعرف، ما سمعتني وما اجت تساعدني يعني. مريم انت بتطولي كتير قوي قدام المرايه زياده عن اللزوم، سؤال غريب شويه بس قولي لي الصراحه. لا عادي، مش كتير عادي. يعني عادي في 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 كلام وغنى في الحمام زي بعض بناتنا ما بيعملوا كلام من ده. صراحه مرات عارف، عرفت ازاي اصلا يعني بالعقل كده، قطه عايزه تخش الحمام غصب عنها عن الشخص وعايزه تقتحم عليه، هذه طبعا واضح ان هي ليست من عالم الانس يعني، حاجه عايزه تاذيكي بسبب خطا معين. ايه الاخطاء اللي بيعملوها بعض الناس النهارده وبناتنا؟ طبعا اكيد عن غير علم او من غير قصد، ان هم يغنوا في الحمام، ان هم يخشوا يعني، في ناس بتعملها مسرح جوه، فلا ممنوع يا مريم. اتبعي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذهب إلى قضاء حاجتك كما قلت منذ قليل يقول اللهم إني، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا يتكلم، إذا خرج قال غفرانك. واصبي على الدعاء ده عشان ربنا يحفظك، الرؤية دي جات لك عشان تنبهك إلى أن تحفظي نفسك بأدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم.
علي عبد الساتر. يعني صاحبتي ما لها علاقه بالحلم او لا 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 وقت التيم من صاحبتك باي حاجه. صاحبتي غلبانه هي الرمز هنا رمز القرينه يعني, فما تخليش اي حاجه تتعرض لك. طبعا صلاتك تصلي فرض الله وتقولي الاذكار ودايما ترقي نفسك بالادعيه كده, واحرصي على دعاء دخول الحمام. بارك الله فيك ان شاء الله. شكرا يا مريم, الله يعزك. ميسم من دبي, السلام عليكم اخت ميسم. ميسم بالميم حبيبي. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا اخت ميسم, هلا وغلا. سمحت حلمت انه انا واختي راكبين قطار, كان في ناس يعني كتير بالقطار. ايوه. فهي نزلت من القطار باول محط وانا كملت. ايه واختي عزباء ويعني هلا في جاي عريس. ما هي تنزل من قطار البيت العيله وهتسبقك اهو. كانت كتير مرتبه يعني, انا شفتها كانت كتير مرتبه. ترتيب المراه في المنام يا ميسم غير المتزوجه, داخله على جوازه فيها راجل هيعرف هيديها قيمتها هيديها أيوة. احترامها. ادي طيب الترتيب. طيب وفي كمان ليه بقى, خليك معايا يا ميسم. ليه بقى؟ لان شوف لما تلاقي واحد متبهدل في لبسه وشكله اعرفي مراته مطلعه عينه في البيت ومبهدل يعني, هو مش سائل في نفسه ولا حاله. لما تلاقي واحد مهندم ولبسه وتمام اعرفي مراته اكيد معتنيه بيه ومهتمه بيه. العكس برضو بالنسبه للمراه, لما المراه تبقى يعني لابسه لبس محترم وشيك وكذا, في زوج في البيت بيمدح ويقول كلام حلو وبيساعدها على التجمل. اما لما تلاقي طالعه مبهدله ورابطه المنديل وريحه التوم اعرفي بقى البيت ده الراجل ده مبهدلها وانا مش سائله في نفسها. ان شاء الله خير. فكمان منام خالتي حلمت والدتي انه هي لبسه فستان شفاف وانه فخادها مبينين بس العوره مستوره, فانه عم بتقلها انه مبين انه فخادك. فيعني هلا يعني مو في موضوع خطبه, فوالدتي كثير يعني الوالده مستورة. شايفه اختك كده؟ لا لا خالتي شايفه والدتي. والدتك عايشه؟ ايوه. ايه هي الوالده يعني بتصلي الحمد لله ولا شويه؟ بتصلي وختمه قران كل شهر, ختمه قران وانه جدا جدا ملتزمه. طيب سؤال تاني, لسانها شويه بتحكي كل شيء وبتحسن نيه؟ لا 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 ما في منها شيء. لا 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 ما في منها. وصلاتها محافظه عليها وكل حاجه؟ ايه ايه كله كله كله. علاقتكم بخالتك كويسه؟ يعني هلا شوي في توتر حاليا بس كده. خليكي معايا وتعرفي الاجابه بعد ما اخد بقى الاتصالات. ممكن اخر منام لو سمحت سريعا عشان في اتصالات كتير يا ميسم. اتفضلي. طيب انا اسفه. شكرا. اتفضلي اتفضلي قولي. يعني طيب شكرا. حلمت كمان انه انا هاد بالنسبه لي انه انا رحت على منطقه انه هي بسوريا وقال انه هاي المنطقه كانت كتير كتير مرتبه, فانه انا بدي اطلع على رفيقتي, فطلعت درجه درجه فتحت الباب انه شفت بيتهم كتير حلو, بس انه بهالمنطقة هاي اللي أنا فيها هي قبل ما بطلع كان في مطر والأرض كلها هيك مبللة وفي إنه شجر سرو يعني نبات السرو بالأرض. الله مليان, بس المنطقة جدا راقية كانت وكتير فخمة. أنت بتبحثي دايما عن إنسان يكون عنده أخلاق ودين, هو ده هدفك في الحياة؟ أنا متزوجة. متزوجة صاحب الحمد لله متدين ويصلي؟ انا بصلي الحمد لله. هو زوجك؟ زوجك زوجك. ايه الحمد لله الحمد لله. وانتي كترتي من قراءه القران الفتره اللي فاتت وعمل الخير يعني؟ ايه الحمد لله الحمد لله. ابشري لانه الشجر في المنام والمطر هقول لك معناها دلوقتي, بس خليكي معانا ووعد جدي. ماشي ماشي. شاء الله. شكرا. ميسم من دبي. شكرا جزيلا. هلا وغلا. واضح ان في اتصالات من سوريا واكثر المتصلين سوريين, اللغه انا اللهجه عارف. عاش اهل سوريا لان القناه اغلبها الفجيره ما شاء الله. احبابي والشباب اللي زي الورد اللي شغالين معانا ما شاء الله عليه, استاذ المخرج باسل, حمزه والصوت فاروق, واخونا في السي جي علي ابو جرار, كل الشباب الفيديو محمد عواد والاضاءه يعني ما شاء الله نفيد, كلهم شباب رائعين, واخونا مهند المخرج العظيم, كلهم قايمين بواجب رائع في برنامج ابشر بالخير, جعل الله في ميزان حسناتهم. ومديرة البرامج الرائعة أستاذة ناهد حبيبي, الفضل ليكوا بعد الله. تفضل مين معانا؟ منار من سوريا ما شاء الله, سوريا واخدة نصيب الأسد اليوم. هلا يا منار, السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أهلين دكتور. أهلا بأهل سوريا الطيبين. الله يسلمك يا رب. عندي منام لو سمحت. تفضل. بشوف اليوم بعد صلاة الصبح انه انا بالمنام حامل وحامل بنت, وبيقولوا لي بالمنام انه انت حتلدي بعد 120 يوم. وبس
بصحى من المنام. بس انت حامل في الحقيقه منار؟ لا لا. طيب بس قال الشغله الوحيده دكتور هي الغريبه بالمنام انه انا بشوف ايدين البنت طالعه من بطني. تمام. انت أيوة. انت في موضوع مستنياه خلال 3 4 شهور الجايين وقلقانه ان ما يتحققش؟ لا بس يعني انا عندي اولادي في منهم 2 مرضى فبقول ان شاء الله انه الله يشفيهم الله يعافيهم هيك عندي امل يعني عرفت دكتور هيك يعني ان شاء الله ابشري ست بس هذا الموضوع هو اللي بيقلقني بس مش اكثر باذن الله باذن الله فتره وجيزه هذا الرقم اللي في المنام يشير الى فتره علاج ابنائك اسال الله ان تصدق رؤياكي بس خليكي معانا واوعي تروحي بعيد عشان تسمعي التفسير بعد باقي الصلاه ان شاء الله شكرا منار من سوريا شكرا البريكات بتيجي بسرعة كده ليه يا أستاذنا ما شاء الله عليكم الوقت الجميل بيجري بسرعة حبة الكرام أجاوب على هذه الأسئلة بعد الفاصل نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل فانتظرون اهلا بكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد مع ندى من ليبيا طبعا يا ندى انك انت في مدرج والطلبه معاكي في المدرج قبل المدرج مشيت على سجاد احمر هذا رمز يا ندى اللون الاحمر في المنام انت يمكن سريعه الغضب شويه فخففي من الغضب والتوتر بارك الله فيك اخر حاجه بقى في المنام بتبين شيء في شخصيتك احيانا الاحلام يا جماعه تبين وتكشف بعض الصفات في شخصيه الانسان عارفين من الحلم احيانا تعرف الانسان ده غضوب كريم بخيل صبور انسان فهنا بتبين الرؤيه بتاعتك رفض بعض الناس ليكي او الطلبه ان يقعدوكي في المدرج معاهم ده حاجه في شخصيتك انك دايما تعملي حساب الناس دايما حكمك على الامور من خلال نظره الناس في بنات كده ما تلبسي الا لما يقولوا لها لبسك ده لو واحده ثانيه جت قالت لها في ودنها لبسك وحش تغيره تبيعه وترجعه للمحل خلي لكم رأي وشخصية يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وطنوا أنفسكم يعني كل شخصية وكل رأي ما كنش أنا كلام الناس وتصرفات الناس هي اللي بتحركني في الحياة هتعب نفسيا في الآخر في ناس في بنات نعرفها بتشك في شكلها وجمالها وبتشك في إنها إنسانة حلوة أو ليه؟ تقولك بيبصولي لا أنا وحشة لا مش عارف حجبي في إيه لا عينيا في إيه بسبب بعض الصديقات اللي بيلعبوا في راسها وبيلعبوا في عقلها فيجب علينا ان احنا نكون عندنا ثقة في الله اولا ثم في انفسنا يا ندى مريم من الفجيرة حلمت قلت لك يا مريم التفسير بتاعه اللي هو المنام بتاع القطة والحمام عليك بالدعاء ان شاء الله اما بالنسبة لميسم من دبي طبعا اختك اللي نزلت من القطار يا ميسم ده ستسبقك هي مخطوبة الان ان صدقت رؤية باذن الله تسبقك الى الزواج وانت تكملي بعد كده ان شاء الله تيجي بعديها لكن الوالد خالتك شافت الوالده كانها تلبس فستان شفاف وباين منه بعض اجزاء الجسم كما ذكرتي حقيقه الفستان الشفاف قد يعبر عن الزوج او شريك الحياه فربما شريك الحياه اللي هو الوالد شويه يعني مش واخد باله قوي من البيت او الاسره ربنا يهدي الناس جميعا يا رب فما بيبقاش مفروض الثياب يبقى ساتر هو ده الزوج الثياب الساترة اللي مش شفافة الزوج اللي بيحافظ علينا ويستر علينا ويشوف طلباتنا أما لما بيبقى مقصر في دينه أو في أداء واجبات أهل بيته يأتي كالثوب الشفاف ملوش أي لازمة يبرز ما تحته يعني فربنا يهدي العباد يا رب إن شاء الله ويهدي الحال إن كان الوالد عايش هذه الرؤية تخصه هو أما إن كان متوفي أخبريني إن شاء الله برسالة وأنا ليها تفسير آخر إن كان متوفي رحت منطقة آخر رؤية بتاعتها المنطقة اللي انت رحتيها مترتبة وطلع درج ده علو وسمو في الأخلاق ما شاء الله عليك بيت حلو مطر إجابة دعوة المطر ورحمة ومكان فيه شجر هذا يدل على إن شاء الله تعيش حياة هنيئة وسعيدة ربما مع زوج المستقبل يا أخت ميسم من دبي أخيرا منار من سوريا قالت بعد صلاة الصبح حلمت إن حامل ببنت طبعا شوفوا الولادة مستحبة في المنام بيسموها التربية بلغة الخليج لأنها فرج ويسر أما الحمل شيء
همك وتعبك. انت قلتي لي عليه عايله هم اولادك المرضى. ادعي لك في هذه الحلقه مع كل مشاهدينا عسى ان يكون احد اللي بيسمعونا او من الصالحين او من الصالحات. اسال الله تبارك وتعالى ان يشفي اولادك يا منار ويرفع عنهم المرض والبلاء. ربما هذا الوقت 140 120 يوم اللي جاي في المنام ربما اشاره في غضون 3-4 شهور القادمين والله اعلم ربما يشفى ابنائك. عليك بالعلاج الطبي وعليك ببركات القران والسنه النبويه فانها خير دواء مع العلاج الطبي طبعا. فين انت من دعاء النبي؟ ليه يا جماعه ما بتقولوش الكلام ده لاولادكم لما يعوا؟ احنا اول ما يعي الطفل اجري على المستشفى الدكتور الطب اوكي بس مع الاستعانه بالطب والادويه امسك الولد واقول بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك والله يعافيك. امسك البنت المريضه اقول اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. في دعاء يمكن كتير من الناس مش عارفينه اللي هو اعيذك بكلمات الله اعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه كل عين لامه. كلمات دي تجيب الانوار وتجيب الشفاء بارك الله فيك. شكرا منار من سوريا. معانا اتصال من لبنى من ابو ظبي العاصمه ما شاء الله. اخت لبنى السلام عليكم. اخت لبنى السلام عليكم. هلا وغلا وعليكم السلام. اهلا ابو ظبي الله يسلمك يا اخت لبنى. تفضلي استكل حلم قصير لو سمحت. تفضلي. اشترى خاتم خطبة لخطيبته وكان ذهب ابيض وعليه فصوص. ذهب ابيض وعليه فصوص. فانا حكيت له ليش اشتريت زي هيك؟ ليش ما اخذت واحد عملي زي ما الوالده اختارت لاختك؟ كان اختارت لك واللي اختار على اساس انها اختارت واحد ذهب لونه اصفر. الوالده اختارت ذهب لونه اصفر على اساس يعني بالحلم، لكن هو اختار الذهب لونه ابيض. فانا حكيت له ليش ما خليت الوالده اللي اختار لك؟ مش احسن؟ كان اشي عملي احسن. بس بصراحه كده لبنى يعني في حد في الاسره مش مستريح قوي للخطوبه دي والجوازه دي صح؟ هو مش ما مش خاطب. هو مش خاطب. انا لا. فهمت انه لكن هو بيورجيني. طيب هو عنده كم سنه؟ 30. بس مش ناوي على الخطوبه الايام دي ولا حاجه؟ بلا في. طيب هو ناوي على خطوبه بس ربما انت والوالده شويه خاصه الوالده تتردد في موضوع البنت دي لان الذهب مش مستحب اهدائه. اما الخاتم الابيض اللي فيه فصوص اخوك هيتعلق بالبنت دي وهيديها قلبه من جوه زي ما بيقولوا. فالرؤيه جايه ليه؟ انت السؤال اللي انا المفروض تساله. طب جايه لنا احنا الرؤيه ليه؟ جايه لكم تقول لكم حاولوا الشيء اللي يحبه ما دام بنت حلال ومستريحين مع بعض سندوه وقفوا معاه واوعوا تحاربوا الزواجه دي. الرؤيه جايه تنبيه للي جاي والعلم كله عند الله خاصه الوالده. اكيد اخوك غالي عليها قوي وهو اللي على الحجر زي ما بيقولوا. مظبوط؟ مظبوط. فهي مش عايزه له اي حد، عايزه واحده تفصيل. ما ينفعش قولي للوالده ما فيش الكلام ده لان والدتك من نوع الدقيق قوي. مظبوط كلامي؟ مظبوط. عرفت منين؟ عايزه تديه الخاتم وهي اللي تختاره بس مع الاسف خاتم ذهب يعني مشاكل وهموم. ان شاء الله تطلع من الامور دي بالرؤيه دي عبره ليكم. شكرا لبنى. معانا عود الاتصال يا لبنى. معانا اتصال من الجزائر طولنا عليها. شكرا ام ساجده من الجزائر. معلش يا جماعه ضغط الصلاه فناخد حلم واحد بس. ام ساجده السلام عليكم. بيك دكتور. اهلا بيك دكتور. هلا وغلا. لا اسف على الاطاله يا ام ساجده تفضلي. لا معلش تفضلي. عندي حلمين صعب جدا. طب بسرعه يا ام ساجده تفضل. رأيت أن الحليب يسيل من ثديي بغزارة كويس. وأنا أحاول أن أرضع ابن أخت زوجي. أخت زوجي أوكي. نعم. وفي الحقيقة هذه المرأة ليس لها أطفال. الله الله أنت فسرتيها. ولكن هذا الرضيع رفض الرضاعة مني. الله أكبر الله أكبر. أنا عايزك تدعي لها الست دي وعلى إيدك إن شاء الله بس هفسرها لك بعد ما تخلص الحلم الثاني. نعم. رأيت في المنام أن زوجي توفي وتزوجت من رجل آخر كان قبيح المنظر. ثم تذكرت زوجي المتوفي وقلت إنه كان جميل ليس مثل هذا. ولكن هذا الزوج الجديد أخلاقه حسنة يعاملني أنا وأهلي بكل طيبة وإحسان. يعني رغم أن شكله وحش لكن بيعاملك كويس. نعم. أنت منتظرة الإنجاب؟ لا انا عندي الحمد لله 5 اولاد ولم لا افكر في الانجاب. صار خلاف بينك وبينه بس بعد كده عرفت ان هو على حق وان هو صح في الموضوع؟
لا مش بالضبط، كان مشكلة بيناتنا وتحلت. اتحلت بس كان الحق معاه هو أكتر شوية، صح يا أم سجدة؟ والله لا أعرف. حاضر يا أم سجدة، خليك معايا وتسمع التفسير، لا تغادري شاشة الفجيرة. أم سجدة من الجزائر ألف شكر. معانا أم علي من السعودية، شكرا أم سجدة. معانا أم علي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمة الله أخت أم علي، تفضلي. السكول جزاك الله خير يا شيخ، عندي رؤيتين قصيرتين والثالثة إذا تسمح لي. طيب خليهم اثنين بس عشان ضغط الصلاة، تفضلي يا أم علي. الله يستر أمرك يا شيخ، رأيت كأني أكلم واحدة من خواتي. أيوه. أصفر مني جدا وكأني أقول أنا بتزوج فلان ابن فلان. أوكي. وهو أنا بتزوج فلان ابن فلان، لكن أنا أكبر منها بسنة، وكأن في قلبي حسرة إني أكبر منها بسنة. وهذا معروف الشخص ده اللي ذكرتيه في المنام؟ معروف، ولا يعني صاحب منصب وصاحب سمعة وصاحب شان في الحياة. تمام. قالت أختي خلاص يا أختي خليه لي، قلت لا مستحيل، يعني أنا مستحيل أعطيك إياها تتزوجينه، لكن أنا في قلبي حسرة إني أكبر منها بسنة، رغم يا شيخ أنا عمري 27 وعمرها 37 سنة. وكأنك بتقولي في المنام إنه أكبر منك بسنة. لا لا لا، أنا أقول أنا أكبر منها بسنة، كانت حسرة في قلبي. تمام. أنت غير متزوجة طب؟ لا لا، أنا متزوجة وعندي بنتي. في عندك بنت، بينك وبين زوجك كم سنة؟ بيني وبين زوجي أنا أكبر من زوجي بسنة ونص كده. أكبر منه بسنة ونص في السن تقريبا. هو الأكبر ولا أنت؟ لا لا، أنا الأكبر. أنت الأكبر، تمام ماشي. بس هو بياخد بإيديكي ودايما تفكيره يعني أرقى شوية وأراؤه صح دايما ولا العكس؟ الحمد لله يعني. يعني إيه؟ ما فهمتش. مين فيكو يعني بيقود الحياة صح أكتر؟ إن شاء الله، هو صالح وإن شاء الله. طيب ماشي. الرؤية الثانية سريعا يا أم علي. الرؤية الثانية رأيت كأن فيها مشرفة جايتني في مدرسة القديمة. أوكي. وكان معها ملف وتقول وقعي عند اسمك، وقمت أقلب في هذا الملف وأوقع عند اسمي تقريبا أكثر من ثلاث أوراق أو ما أدري كم. وكأنها وظيفة، وقالت ميدي لا تعلمين أحد. أنت بدور على وظيفة فعلا في الواقع؟ الحمد لله بحثت لكن ما الله كتب. أنت من النوع اللي يتكلم كتير ويحكي كل أحواله بحسن نية، بتحكي للناس صار؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله كتومة. كل الناس كتومة. طيب ماشي، خليك معانا يا أم علي، وقعد غادر الشاشة هجاوبك على سؤالك بعد ما ناخد باقي الاتصالات. معانا ندى رجعت من ليبيا. ندى السلام عليكم. يا ندى مرحبا دكتور. هلا يا ندى، مش انت كنت معانا يا ندى من شوية؟ أيوة، بدي كمل حلمي، أنا ما سمعت انقطع علي. كان قطع. تفضلي يا ندى كملي. كملي يا ندى تفضلي. أوكي. قلتي لي جلس. أنا لما دخلت المدرج كان مهيئ لإقامة نوع من الحفل، في سجاد أحمر وورود، وكانوا مجموعة الطلبة كلهم الموجودين بالمدرج. أيوة. عم يتناولوا نوع من الحلو اللي هو البسبوسة. أوكي، فتحتي نفسنا يا ست الكل، ماشي. ها. فكنت كل ما أحاول جلوس أحد الطلبة يرفضون جلوس بالقرب منهم. واضح. فتركتهم وصعدت إلى نهاية المدرج. تركتيهم وصعدت، خلاص خلصت كده؟ فوجدت أحدى طالبات التي جلست بالقرب منها كأنها طالبة طب. طيب خلاص؟ من شو البسبوسة، وأنا تناولت كذلك معها. كلت البسبوسة. تمام. أوكي، وهي كانت هنا. وعندما ارتفعت خلفي مجموعة من الأساتذة. جميل. ماشي. خلاص؟ أساتذة الجامعة، مع العلم إني أنا طالب دراسات عليا ماجستير. ما شاء الله تبارك الله. عايزك تسمعي الجزء اللي فسرته وهفسر لك الباقي دلوقتي. شكرا ندى من ليبيا. شكرا. عشان بقى دقيقتين ناخد سريعا كده. أنا فسرت يا ندى الجزء الأول. الجزء الثاني يا ندى، الخاص بوجود أساتذة يدل على أنك ستكوني في هذا المكان، في هذه المكانة،
انك انت ان شاء الله تاخذي الماجستير ثم الدكتوراه ان صدقت رؤياك. اكل البسبوسه اخبار سعيده وحلوه تاتيكي. صعودك وتركك للناس انت هتغيري من طباعك وهتبتدي بعد كده ما تهتمي بكلام الناس وتهتمي بحالك ونفسك مع الله تبارك وتعالى والعلم اللي بتدرسيه. اما مريم لا ده مريم جبنا عنها اللي هي ام ساجده من الجزائر. ايوه كان قبليها منار. يا ام ساجده انا جاوبتك يا لبنى من ابو ظبي الخاتم ووالدتك قلنا عليه. ام ساجده ابشري بان جارتك والله اعلى واعلم ما دام انت في المنام ترضعي لبن كانك لاخت زوجك هذه التي تنتظر الحمل والإنجاب ربما ترزق بالحمل الإنجاب. وأنصحها بقراءة سورة مريم. أخيرا في الدقيقة الأخيرة الباقي في البرنامج زوجك وفاته في المنام وبعدين كأنه واحد تاني جاء شكله وحش وأخلاقه حسنة موضوع خلاف بينك وبين زوجك وبعد كده تصلح كنت انت شايفة الزوج فيه بشكل مش حلو لكن طلع الأمور تمام. أم علي من السعودية يا أم علي هذا المنام يبشر بأنك سترزق المنام الثاني بالذات بوظيفة أما المنام الأول فلا تأويل له لأنه أضغاث أحلام لا تأويل لها. بهذه الأحلام نأتي لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. بيطير الوقت معكم بسرعة ولا يسعني إلا أن أقول والله إني أحبكم جميعا في الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. ولا تنسوا دائما مهما ضاقت بك الأحوال فأبشر بالخير.